انت متاكد؟ ها؟ اي يعني تطمن. يعني انا طول عمري راجل رياضي، لا ليا سجاره ولا كاس ولا اي حاجه تانية، ومع ذلك قلبي تعب فجاه. سلامة قلبك يا عمي، انا الحمد لله قلبي زي الحديد. يا ابني في حاجات تانية لازم تبقى زي الحديد. قبل الجواز كان عندك علاقات نسائية؟ الكلام ده بيني وبينك ولا انت بتسيحي؟ بتعدي لحد كام؟ وبعدين؟ هو في ايه بالظبط حضرتك؟ انا اللي بسأل هنا، انا عايز اعرف بقى العلاقة الحميمية بينك وبين زوجتك ماشية بصورة طبيعية ولا فيها أي خلل؟ هي وصلت للعلاقة الحميمية؟ وانا جاي احلل ايه بالظبط؟ تحليل ذكورة. ذكورة؟ الحمام على ايدك اليمين وانت خارج، اختلي بنفسك. اختلي بنفسي؟ مال التشيك اب ومال الذكورة يا مدام؟ أنسها من فضلك، وبعدين إيه اللي يمنع إن إحنا نتأكد؟ أنت عايزة تحللي القرشين؟ بقول لك إيه؟ مراتك بتشتكي منك. إيه؟ مرات أنا بتشتكي مني؟ بتشتكي من إيه بقى إن شاء الله؟ عريس جديد وفي عيادة ذكورة، هكون بتشتكي من إيه؟ سنانك وجعك يعني؟ ده إيه كمية الشربات دي؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ انطقي بدل ما أعملها معاكي. بجد؟ يا ريت. يا وليه في ايه؟ لا 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 يا حماك وحماتك اصدقاء ليا، وهم يعني اللي عرضوا عليا مشكلتك دي. مشكله؟ هي بقت مشكله؟ الخبر اسود ومنيل. مشكله؟ هي وصلت لمشكله؟ ما تلحقونا يا جدعان. يا جماعه افواد ايه؟ افواد باشا. خير يا ابني؟ خير؟ خير ايه؟ خير يا دكتور. هيجي منين الخير؟ هيجي منين؟ بقى انت منيمني وجبني هنا علشان تحللي عشان شاكك في قدراتي؟ يوم جبت كده يا حاجة؟ ايه انت سيبني على الكبار خالص؟ حرام عليك؟ انا هولع في المستشفى. سيبني يا عم ارجوك. انت مجنونة يا عم. مجنونة والمصحف. كل حالة وليها علاج. ما تتكلمي يا دكتورة. هتكلم اقول ايه؟ هم الرجالة كده اول ما تقابلهم مشكلة من النوع ده ما يحبوش ابدا يواجهوها. يواجهوا مين يا عم؟ يا عم 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 يا انا مش هسيبك. جاي تشككوا في قدراتي كراجل؟ على فكره بقى يا عمي بنتك دي كدابه، مش مداني فرصه حتى ان انا ابوسها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا شفتها بتعاملك بمنتهى الود والحب. ده قدامك بس يا باشا، لكن اول ما بيتقفل علينا اوضه بحس ان انا معايا سيد معوض. اسمع، انا بنتي ممكن تعمل اي حاجه الا الكد. ماشي يا باشا، انا هسمك لك. ايه يا عم انت؟ ايه؟ شفتي عفريت ولا ايه؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ كنت باخد دش، عايزين اطلع لابس ايه؟ قلنا طبيعة. راح فين؟ هو ايه اللي راح فين؟ رجع من التمرين داخل اخد دش. حلو قوي، ما تيجي بقى ناخده مع بعض. ناخده مع بعض ماشي؟ ودشك بقى وجلك وشاور جلك وشباطك ودلع. اوعى من وش السعادة. الا السعادة. ليه؟ عشان السعادة ساعة الحسم. يعني ايه؟ يعني دقة ساعة العمل. اثبت يا حازم. دقت ساعة الزعف. اثبت يلا. دقت ساعة الانتصار. هقل معاك. يا رجوع الى الامام. الى الامام. الى الامام. احنا فينا من كده؟ اوكي. انت عايز تلعب الماتش والغالب يظبط تاني. اه. سنتاري. اوه انت ساكتين ليه يا كباتن؟ ابقى فين؟ ابقى فين؟ ابقى فين؟ الحقونا. الحقونا يا جماعة. انتوا مستنيين ايه؟ لما تموتني. حرام عليك. حرام عليك. مش عايزه اتعب عليكي. مش عايزه اتعب عليكي. مش عايزه اتعب عليكي. قدك ده حرام عليكي. اول مره اعرف انك كدابه. من فضلك يا بابا، انا وافقت على الجوازه دي عشان اوديك، اكتر من كده مش هقدر. لا هتقدري وغصب عنك. خلاص يا فؤاد اهدى، مش كده. انا مش هعمل حاجه غصب عني تاني، سيبوني اعيش حياتي زي ما انا عايزه. يا بنتي وهي العيشه اللي انت عايشاها دي اصلا عيشه؟ انا هفضل كده ومش هتغير. خلاصي عمي ارجوك. سلمى مراتي واحنا قادرين نحل مشاكلنا مع بعض. مشاكل ايه اللي احنا هنحلها مع بعض؟ لا انت طايقني ولا انا طايقاك،
احنا نتطلق ونخلص. هنتطلق بس مش دلوقتي علشان ما نضايقهمش. يوه رايحه فين؟ انا زهقت بقى من العيشه اللي انا عايشاها دي. يعني انا اللي ما زهقتش؟ ايه التيشيرت اللي انت لابساه ده؟ حاسه ان انا متجوز واحد صاحبي. كلكم تافهين، ما يعجبكوش غير تلبس المحزق والملزق. يا ريت كانت مشكلتك في اللبس. فين الرقه؟ فين الانوثه؟ ياه انت مش طايقني للدرجه دي؟ طب انا اتجوزتك عشان ارضي ابويا، انت بقى اتجوزتني ليه؟ علشان ارضي ابويا برضه. بقى تضحي بكل الموزز دي عشان ترضي ابوك؟ موزز؟ اه طبعا موزز. ما انت ماسك لي كاميرا وعمال تجري لي ورا البنات وتقولي مدير واعلان. حازم تقدر تقولي حاجه واحده ناجحه في حياتك تفتخر بيها؟ حاجات كتيره طبعا. ولا حاجه، على الاقل انا خدت 3 مرات احسن لعيبه في مصر. قبل ما تواجه الناس بعيوبها واجه نفسك بعيوبك. اتفضلي انزلي، انا هروح اسهر مع اصحابي شويه. وانا ما سالتكش انت رايح فين. ايه التيشيرت اللي انت لابساه ده؟ حاسه ان انا متجوز واحد صاحبي. قبل ما تواجه الناس بعيوبها واجه نفسك بعيوبك. يا ريت كانت مشكلتك في اللبس. فين الرقه؟ فين الانوثه؟ تقدر تقولي حاجه واحده ناجحه في حياتك تفتخر بيها؟ حضرتك تاخد عربية حازم بيه؟ لا. طب اطلع اجيب لك بتاع الكاوتش. هينفخهم ازاي بس يا عم خلف؟ لسه هيفكوهم وياخدهم وحلني بقى وانا مستعجلة. صباح الخير يا خلف. صباح الخير يا حازم باشا.